ان المهنه ديال الاعشاب ديال المزرعه وشئت باش الانسان باش الناس ان باش نبدلو ديك الفكره ديال المحلات ديال الاعشاب. هذيك المحلات ديال الاعشاب الانسان كيشد العشب كيطحنها كيجيبها اعشاب سامه ويجيبها قديمه ويشري الاعشاب يقلب على الاعشاب اللي فات الصلاحيه ديالها وكيطحنها ويديرها في علب ويدير فوقها الروماتيزم لي ستوما الاخر. هذا غير مقبول وهذه الاعشاب تضر بصحه المواطنين بما فيها من اداء يضر المواطنين. ولذلك اخترنا باش نبقاو نديروا المزارع باش الانسان كيمشي تماك كياخذ العشبه اللي بغى يقلعها بيدو ويعبرها ويخلصها وياخذ العشبه من المزرعه يعبرها ويخلص ويدي العشبه قدامه. كتحتاج بالجميع المعايير والمقاييس الوطنيه والدوليه. هذا هو الهدف من المزرعه، هو ان المزرعه كتوفر الاعشاب الطبيه. الانسان كيقلع العشبه كيمشي هي العشبه اللي بغى كيقلعها ويعبرها ويستعملها مباشره. هذه من جهه. من جهه ثانيه هو ان الاعشاب المطحونه والمعجونه والمطبوخه هذه تشكل خطرا على صحه المواطنين، وان بعض التجارين وبعض النصابين وبعض المحتالين يحتلون على الناس. ولا ادري السلطات المحليه اهو تجاهل ام تواطؤ، لا اعرف ولم افهم ان المغرب والدوله المغربيه صرفت الملايين لمحاربه الارهاب. اليس تحل الاعشاب من إيهاء في علاب وتقديمها لمواطنين ابرياء، اليس هذا منتهى الارهاب؟